عايزة أسألك على انتي بتحبي الرسم وعندك المرسم الخاص بيكي ودرستي الفنون الجميلة، ويمكن ناس كتير ما تعرفش ان معالي رسامة ورسامة كويسة، وانا اسمع المعرض ده بقالي كتير. فين المعرض؟ لسه ما عملتوش. لسه لا لسه. بس هي الى جانب انها بترسم عندها مواهب غريبة جدا، يعني مثلا بتعمل اباجورات شيك جدا من فليات الشعر. والله العظيم جميل. لا لا استنى هقول لكم حاجه ثانيه. اتفضل. طب والله جميله. طب في كمان من الشرابات الفيليه. ايوه المقطعه اللي تبقى بايظه او منسله، بدخل الشرابات الوان في بعضها، اخضر في ازرق في بتاع، واعملها كده فوق بعضها واشغلها وتبقى احطها على البادي بتاع الاباجوره، بتبقى شكلها جميل جدا. طب الفليات دي؟ الفليات بقى ده عملتها بقى فكره مبتكره. اشمعنى الفليات؟ امسكي معرفش. اي لا ليه؟ وفي المشابك الغسيل بتعملي بيها ايه؟ ده انت يعني دخلتي في حته. مشابك الغسيل والفليات، الفليه كنت اجيبها اخرمها كده واروح راسم عليها بقى من الناحيه دي ومن الناحيه دي، حاجات فن شعبي او اكتب عليها حاجات ما تبصليش بعين راضيه مش عارفه ايه، واشبكهم في بعض. اتفرجي بقى على النور اللي طالع من جوه من بين السنان بتاعه الفليات، جميل جدا والله. والله حلو قوي. ده حاجه تجيب النوم بدون ارق ولا يعني. في كمان حاجه تانيه غير الفليات اللي بتدي اضاءه شاعريه وما تكلفش. فلاية يا طلعي تسرحي وتحطيها في الأرض. يعني ليه أكثر من استعمال؟ تسرحي بيها وتحطيها أباجورة وبس وخلاص. أنا عايزة أقول لكم إن من الغرائب الزايدية إنها بتطبخ الملوخية بالبامية. دي هايلة. لا 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 ازاي؟ انت بتطلعي شويه شويه الجنون اللي جوايا. ايوه وانا الناس شايفيني عقله. وجايه بقى وعامله يعني دور العاقلين، ست العاقلين. ايه كانت ملوخيه بالباميه دي؟ ازاي؟ زهقت من ال يزحلقوا بعض. زهقت من الباميه على طول بالصوص الاحمر. طب ليه؟ ما تبقاش بالصوص الاخضر ليه؟ يعني ايه اللي فزهقت. لا بتطبخيها بتطبخ يعني بتحطي ايه على ايه؟ قولي لنا الوصفه بسرعه كده. والله لطيفه جدا يعني عشان المشاهدات عايزين يعرفوا. جوزك مش هيتحرك من جنبك. ياكل الملوخيه الباميه من هنا؟ يقعد جنبك ما يقومش. ازاي بتعمليها ازاي بسرعه؟ بتسلقي اللحمه ومعاها بصل، وبعدين تنتشلي اللحمه منها، تنتشلي حلو، وبعدين تحطي الباميه مكان اللحمه في الشوربه. وبعدين تروحي عامله بقى على جنب كده توم وكزبره وفلفل وملوخيه ناشفه، وتروحي طشاهم وعامله كده وعامله. دي اسمها الشهقه. ايوه. وتروحي ايه واكله، ما تقوليش لحد بقى يعني، ما تقوليش لحد. ونفسك حلو في الاكل يا ماي؟ انا بحب الطبيخ قوي، بحب الطبيخ قوي. والى جانب الباميه بالملوخيه بتطبخي ايه كمان من عجائب لا المطبخ؟ لا انا كنت لما يعني ايه كنت عامله ايام ما كنت متجوزه. ايوه ايوه ايوه. كنت بعمل كل يوم اتنين اختراع في الاكل. ايوه. فكان جوزي فكان جوزي يجي كل يوم اتنين شايل سندوتشات في ايده، على انه مش عارف بس الاختراع شكله ايه النهارده. مره اعمل له شوربه سبانخ. مثلا حاجات كده غريبه، ابقى زهقانه فبحب اجدد في كل حاجه يعني. ما عملتيش شوربه جرجير يعني؟ لا لا لسه.